من بنغازي مع عصام التاجور المحامي والمتابع للشأن الليبي. مساء الخير، أهلا بك معنا سيد عصام. إذا نحن قريبا ندخل المرحلة الثانية، وطبعا باتوا على مشارف تحرير درنا. لو تلخص لنا متابعتك للموضوع، وكان في تجديد كبير منذ البداية على دور الأهالي ودعوات للأهالي للوقوف إلى جانب الجيش ولتسهيل عملهم. اولا مساء الخير. اعتقد بالنسبه للاوضاع اليوم هادئه في مدينه درنا، الوضع بشكل عام بعد انتصارات البارحه. القوات المسلحه تمكنت من انهاء المعارك في محيط درنا بتحقيق انتصار تقدمات وبحر تلك المجموعات الارهابيه المتمثله في عناصر القاعده ومن تمت استجابتهم من تنظيم داعش وعادوا الى حظر لبيعه خلافه امير القاعده ايمن الظواهر وتخلوا عن البغدادي. هذه المجموعات كانت متحصنة في مناطق ثلاثة في محيط درنا يعتبرونها حصن منيع لها، وهي منطقة تعرف باسم منطقة الظهر الحمر والحيلة والفتايح. كانوا يضربون فيها بعض من المواقع المتاريس والخنادق لأنهم مستغلين الظروف والتضاريس الصعبة لتلك المنطقة كنقطة صد رئيسية لهم. المدينة البارحة تحديدا انتهت المعارك هناك وتمكن الجيش من تمشيط تلك المناطق، والآن هو على تخوم المنطقة الحضرية بمدينة درنا. للأسف سجلت عملية قصف مدفعي من هذه العناصر الإرهابية من داخل الأحياء السكنية، تحديدا حي شيحة ما يعرف بمنطقة شيحة الشرقية وحي الحبيلة وما يعرف بجزيرة دوران المينا من داخل المدينة باتجاه تمركزات الجيش، وهذا دليل على أن المجموعات الإرهابية كانت تحاول استخدام المدنيين داخل المدينة كدروع بشرية. الوضع الصحي بالنسبه لهم في مستشفى الهريش والمستشفى الرئيسي في مدينه درنا، ويوجد هناك تكدس عدد كبير من الجرحى لدى المجموعات الارهابيه، بالاضافه الى حالات جرحى بين متوسطه وخطيره، ويوجد بينهم ايضا حالات بكر. العناصر الطبيه داخل المستشفى لم تعد قادره على يعني تحمل عبء اساءات وتهديدات هذه المجموعات الارهابيه، ممن تمكن منهم من الهرب والنفاذ بجلده بعيدا عن هذه هؤلاء التفريغ الذين يطلبون منهم المستحيل. هناك حالات لان الكل يعلم ان مهما تكون حالتك او عملك طبي، لكنك تتمرس مع اشخاص يحملون فكر تكفيري هو امر صعب، يعني حمل ثقيل على العناصر الطبيه داخل المستشفى الهريس داخل الدولة. بالتالي حاول ان ينفذ بجلده ومن نفذ، وتم القبض على كل من شك فيه انه هو يوصل المعلومات سواء بالاعلام عن عدد الجرحى وغيره. قبض هناك حالات قبض على بعض من العناصر الطبيه داخل المستشفى. للاسف يعني انا اقول حتى على هذا كانوا يتابعون وسائلكم، ليسوا هم من يزودون بالمعلومات وزي ما نقول بالعام اللي رقم خريطه الناس بالظلم. هذه هي فكره التنظيمات الارهابيه، مجرد الشك ممكن يكلفك حياتك، ممكن يكلفك شيء، لان هناك مش نظاميين، ما همش مدنيين، عفوا ما همش محترفين مثلا. طيب بالمنطقة الحضرية لمدينة درنا الآن سيد عصام، ما المعطيات عنها التي يأخذها الجيش بعين الاعتبار، ومنها نفهم قليلا هذه المرحلة الثانية؟ نعم، هو الآن الجيش يعول حقيقة على التحرك من داخل مدينة درنا. الكل ممكن الناس مستغربة وحتى تفاجأ، الكل اتهم عن درنا بأنهم حاضنة للمجموعات الإرهابية، وقلنا مرارا وتكرارا أن الطبيعة الجغرافيا في منطقه درنا هي الحاضنه للجماعات الارهابيه، ليس سكانها درنا. والدليل على ذلك ان جميع عناصر هذه من جميع الجنسيه سواء مدينه او غير مدينه او من مناطق اخرى هم موجودين داخل مدينه درنا وجبالها ووديانها. بالتالي الطبيعه هي التي كانت تحضن الجماعات الارهابيه وليست مدينه درنا. والرد سيكون من اهل درنا قريبا، ستلاحظون وستوثقون باعلام كيف سيكون كلمة الفصل من داخل أهل درنا. حاليا حسب معلوماتنا أن هناك ضغط كبير من أعيان درنا على تسليم مدينة للجيش، ما بينهم وبين تخبط ما يعرف بمجلس شورى درنا المنحل، وهو تشكيل انبثق بعد ما تم تسمية مسماها من السابق أنصار الشريعة درنا بوفق قرار مجلس الأمن الصادر في شهر 11/2014 كمجموعة إرهابية ضمن القائمة الدولية، حاول التلون وسموا انفسهم كمجلس الشورى درنا، والان يسمون نفسهم كقوه حمايه درنا. عموما يوجد الان حالتين من الانشقاق، حاله وتوتر ما بين اعيان المدينه يطالبونهم بتسليم المدينه، وحاله بين قيادات المجموعات ذاتها. هم هناك مجموعه الان
ترغب في الخروج وتريد تسليم المدينة بشكل ودي، وهناك متطرفين. نعم، سنتابع نحن دائما معكم تطورات هذا الموضوع، تحرير دارنا من الإرهابيين ودور الناس طبعا. أنا أشكرك جزيلا، كنت معنا من ليبيا بنغازي تحديدا عصام تاجور المحامي والمتابع للشأن الليبي.